السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ شلونكم؟ طيبين؟ معكم فايز وجايب لكم اليوم حلقة جديدة من لعبة ترافلرز ريست. بس قبل أن نبدأ يا شباب لا تنسوا اللايك والاشتراك من اللايك، وخلونا نبدأ باللعبة اللي بصراحة ماخذ عقلي، مرة حلوة مرة عجبتني. طيب خلونا نجمع الأشياء اللي هنا. هل بدنا نسوي ثاني؟ إيش ناقصنا؟ ناقصنا امتي. طيب عندنا حنا صح؟ اتوقع ان عندنا، بدنا ناخذ الفاضيات اللي هنا. دقيقة، هل هنا في واحد فاضي صح؟ لا هنا. كيف اخذه؟ يا هذا هو الفاضي، حلو؟ بدنا نعبيه. هنا مليان. هنا الحين يمدينا نحط النوع هذا. اوكي. البرميل هذا. طيب خلونا نسوي، اعطونا طاولة، بشوف وش سالفاتها الحين. بس دقيقة خلونا نجي هنا نسوي لنا واحد علشان يكون جاهز. لا لا، ممكن نسويه. ما عندنا، اوكي ما عندنا اي ايش اسمه اضافة، يعني فاكهة ولا شيء. معناته لازم نزرع. هذا يحتاج ما سهل. معناته هذا ما نحتاجه. معناته لازم نزرع. يعني معي الطاولة، كنت بسوي الحلقة اللي راحت. دقيقة، الطاولة نفس هذه صغيرة. صدق يمديني احطهم كذا بجنب بعض. حلو. هل سوينا الكرسي؟ لا. طيب يبيني اسوي الكرسي. من متى صار عندي احس منه تشبيه حقي؟ طيب كنت من متى صار عندي تشبيه؟ طيب خلونا نطلع. ايش كنت بسوي؟ الكرسي صح نسوي كرسي. احنا سوينا صح. يس. كم واحد؟ لا ابى اشوف كم واحد عندي. واحد بس، واحد ما يكفي ابدا ما يكفي. طيب هذا الشيء. لازم اطور البيلد، نسيت. ماي جاد، مره كبيره هذه، مره كبيره. هل يمديني احطها؟ لا، يعني تحتاج مساحة لحالها. يمديني احطها هنا بس يبيلي انظف المنطقة. اوكي سهلة، ننظف المنطقة الحين بسرعة. نشيل الحشايش اللي هنا اول شيء. هل يعطيني شيء؟ لا. اتوقع اليوم ما راح نفتح لمتأخري، ما راح نفتح المحل لمتأخري اتوقع. احتاج قطع الاشجار. صح لازم نزرع بعد. صح قطع هذه وقطع هذه. ان شاء الله تكفي مساحه، ان شاء الله تكفي. المفروض انها تكفي، مفروض. جمع. يبي لنا نزرع الاخشاب اللي احنا قطعنا. طيب الحين المساحه تكفي. حلو، حطها هنا. ممكن تحط، لازم ابعد انا. طيب اوكي، هذا ايش سالفته؟ اوبن. طيب وش استفيد من الاشياء هذه؟ اوكي نسوي صحن وكذا، اتوقع بعدين نستفيد منها مو الحين. طيب احنا عندنا مهمة صح؟ كثير عصب ترين. بالشفل. اوكي سهلة. او اعطونا الشفل صح؟ يا هذا هو. طيب خلونا، يعني بيعلمونا مكان الزراعة. أفكر أحطها هنا المزرعة، بتكون هنا صح؟ بيكون مكانها مرة حلو هنا. بس نشيل هذه وننظف المكان. يس، وبعدين نشيل هذول. ما بدي أشيل هذه كلها، بدي أخليه يعني يكون شكله مرة حلو، يكون فيها أعشاب كذا. أوكي؟ هل هذا كافي؟ إن شاء الله كافي. هذه ما يمدينا نشيلها صح؟ يا ما يمدي. طيب هو قال كم؟ 10. يمدينا نحط مثلا واحدة هنا. اوكي بياخذ وقت، ما يمدينا نشبكهم. حلو، الحين بس نشيل اللي فوق صح؟ ما يحسب لنا. لا والله يحسب. اوكي ابغى هنا، لا ابغى تحت هنا. اوكي خلصناها. حلو.
بس دقيقة بسوي المنطقة كلها عشان تكون منطقة زراعية جاهزة للزراعة. اوكي اشيل اللي هنا. لا لا هنا. يب بغيت اغلط عليك لكن احمد ربك اني ما غلط. احمد ربك. يب هذا اللي بيني اغلط عليه. طيب خرب الشكل بني فلازم اسويه. لازم خليه زي المربع. اوكي هنا بعد. او ماي جاد هل يمدي ارجعها؟ يس يمدي. حلو. لا من هنا فايز من هنا. حلو صار شكل مربع. هنا المفروض يمدينا نزرع صح؟ المفروض هاي تحتها مليون خط. شو هذا؟ يعني اسحب عليه. كيف نزرع؟ طيب خلينا نشوف المبا ايش يقول. اوكي يا منطقي. يقول هو عطانا الهو حق الزراعه. يا كم قال تسوي؟ 10. يا الحين يمدينا نزرع. 2 3 4 هذول الحين هذول 7. هل ابدا من تحت ولا اخلي في فراغ؟ بخلي في 8 9 هذا 10. يس اعطانا الحين البذور. حلو بس اكمل. حلو صار عندنا الحين تقريبا هنا 7 هنا 7 14. حلو الحين البذور اللي عندنا. وش عندنا البذور؟ ذرة. اوكي ثانية شو اسمه الشعير. خلينا نحطهم جنب بعض. طيب خلونا نزرع الذرة فوق. ايش رايكم هنا؟ طيب اوكي الذرة هنا. هل يحتاج اعطيهم ماء؟ والله ما ادري بس منطقي تحتاج ماء فايز. اوكي هنا. حلو يمدينا نشري بذور. يمدينا نشري. انا معاي اوكي معاي باكيت بس ما حطيته. خليني احطهم فوق. يد في اختصار بصراحه احطهم لك فوق. طيب خلينا نروح نعبيهم. انا ما ادري هل يحتاجون ماء ولا لا لكن بشوف الحين. اوكي عبيناهم كلهم صح. ليش ينزلوا تحت ما ادري. ان شاء الله ما يحتاجون ماء. ان شاء الله ما يحتاجون. هل تحتاجون ماء؟ ما قال انه يحتاجون ماء صح. Plantain seed and you harvest this crop that you want to need. اوكي يقول احصدهم. Grinder collect. اوكي هذا بعدين. ما ادري ان شاء الله ما يحتاجون ماء. خلنا نشوف. خلنا نتاكد. خلنا نجي هنا ونتاكد نشوف هنا الفارم هل في شيء نسقيه او شيء نستخدم لسق النباتات. ما اتوقع فيه. لا مو هنا. طيب هنا ما انا شايف شيء معناته ما يحتاجون ماء. ان شاء الله انهم ما يحتاجون. ان شاء الله صح. ان شاء الله. طيب ابشري بذور بصراحه. كم سعرهم؟ اوكي مره رخيصين باثنين بس. سلفر مو سلفر فضه او نحاس. خلونا نشري ويت في قمح. ابشري ذره. نحتاج كم حطيت؟ 2 3 4 5 6 7. احتاج 2. ما ادري احتاج اكثر ولا لكن احتاج 2. واحتاج الذرة 2 بعد. اوكي هل اشري من كل شيء؟ وبزرع برضو من هذول. باخذ 7 وهذا 7. اوكي كلهم ب42. مره ولا شيء. حلو بعد 3 ساعات راح يوصلون. في شيء هنا طلبناه وجاء. هذا وصل الكالندر ما ادري ايش اسمه. طيب تعال خلينا نحطه هنا. هذا المفروض تحطه على الجدار صح؟ يس هنا. خلينا نحطه هنا. حلو اعطاني كرسي اللي كذا.
ليش عطاني الكرسي اللي كذا؟ انا ما ابغى الكرسي اللي كذا، مرة انقهرت. هل يمديني احطه بدال هذولا يصير اثنين كذا؟ دقيقة بتأكد، لو اشيل هذا دقيقة لكن لحظة يمكن اقربها لما يجي، كنت بحطهم مع بعض. اوكي الكرسي هذا مرة يقهر. طيب معناته ما راح اسوي كرسي ثاني، اطلع من طور البناء اطلع. طيب خلينا نشوف. اوكي ما راح نستفيد منها بصراحة، لكن خلها يمكن بعدين نستفيد منها، حاليا لا. طيب بطلع اليوم، ما راح نفتح الا متأخرين، يمكن بس بالليل راح افتح المحل. يا بسوي طاولة او كرسي غير هذا سمول بونش، لا نبغى كرسي ثاني. في كرسي غير تيبل سمول تيبل ما في، كيف اسوي كرسي اصغر من هذا؟ ما ادري والله. هل اللي بدنا نسوي هنا؟ لا نسوي هنا برضو لا. طيب خلونا نزرع، نكمل زراعة. ما جينا البذور فهزت مرة مستعجل، مرة مستعجل. هد شوي 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 شوي، ممكن تجيبوا البذور بسرعة. طيب خلونا نفتح عجل المحل ما دامنا ما في شيء نسويه. انا ابغى الكراسي هذه كيف لحظة، يمكن اطلبها هنا. يس طيب انا ابغى هذول 15، مرة غالي بس احتاج 2 بصراحة. خل عطنا 2. اوكي الطاولة اللي عندي هذه ما راح استفيد منها شيء، بحطها بالصندوق فوق. هل يمديني اشيل الصندوق اخذه احطه تحت؟ ما ادري بس حاليا خلنا نحط هذا هنا لان ما نحتاجه. لا هذه يمكن نحتاجها، خلنا نحطها هنا. شيء ثاني؟ نو. اوكي شيل هذا. طيب الحين بفتح المحل، عطني الشمعة، خلنا نحط نضبط المكان شوي. لازم اجين بيلد مود. انا حطيت شمعة هنا، هل يخلصن الشمعات؟ لحظة اجل وين راحت؟ حطها فوق يا ادمي. طيب حطها هنا، اتوقع يخلصن. يا شوف هذه صارت صغيرة، يا مع الوقت يخلصن. منطقي واقعية اللعبة. خلونا نفتح المحل، افتح المحل حلو، معنا فلوس، وضعنا تمام، عبينا هذول. عندنا هل عندنا الأكل؟ أتوقع عندنا، يا عندنا 6 عندنا هذول. أوكي الأوردر وصل، ليتني ما فتحت مو مشكلة، وصلت البذور مو مشكلة. خلنا نعطيهم. يا أخي قهرتني الطاولة هذه إنها بدون كرسي. أوكي هلا بالزباين هلا. طيب في 2 بيجون، تعال. اوكي خلينا نعطيهم كلهم. اوكي هذا يبي، خلينا نجهزه معنا. خذ. حلو، يب المكان مره حلو. طيب دقيقه واجيكم، دقيقه بس بشوف الطلبات حقت اللي وصلت. يا البذور وصل، ممكن تاخذ بسرعه. كيف في زر التوقع؟ في احد بشيء؟ احد يحتاج شيء؟ ابى ازرع اجيكم. اوكي خلينا نجهز من الحين، نحطهم فوق. لا احطهم فوق هنا. اوكي حلو هذا، حطه بدل بيكاكس. اوكي شيء ثاني؟ لا احد بشيء انتو؟ ما احد بشيء، بروح اجي. لا تخربون المكان. او شيء الذرة بكمل احطها فوق، حلو. والثاني هذا الشعير هنا، والحين بحرس الارض تحت. يمديني احط هنا بس لا ابغاه يكون شكل احلى. هل احط تحت؟ لا بحطها هنا يمين. صدق المفروض فايد تسكر المحل. اوكي خلنا نكمل.
خلنا نشوف خلنا نشوف. يا ما راح ارتاح، لازم اسكر المحل، لازم اسكره. يب يب في ناس يعني وات، خلاص ادوق اخر ناس بعطيكم. خلاص سكر، اذا خلاص تطلعوا وبليز بسرعه طلعوا. طيب خلنا نرجع الحين نضبط المزرعه. كم اللي انا حفرت؟ واحد لحظه بشوف هذا ما راح احسبه، ببدا مني. واحد اثنين ثلاث اربع، اوكي وصل. شو اسمه، اربع خمس، اوكي كذا تمام. صح صح. طيب الحين نحطهم ان شاء الله انه سبع، فاز متاكد سبع يا حاسبهم صح. طيب حطينا حطينا حطينا، حلو حلو حلو، صار عندنا الحين المزرعة تمام. طيب وصل او وصلت الكراسي برضو، ممتاز ممتاز. ممكن تاخذ تحطهم هنا، يس حلو. او ماي جاد، شافوني ماني فيه، راحوا ملوا المكان، ناس ما تستحي على وجهها. لا لا ما ركب، ممكن الطاولة مقروبة. يس حط هذا هنا، يس حلو. صار عندنا الحين زيادة، يمدينا نحط يجونا شو اسمه ناس أكثر. طيب بس يبيني أنظف وأفتح المحل. يا بدري، يمدينا نفتح المحل، بس خلنا ننظف. أوكي ممكن تنظف، أوكي خلنا نفتح المحل. كل شيء عندنا الحين تمام صح؟ في شيء وسخ؟ في شيء شيء؟ نو كل شيء تمام. هذا كم باقي؟ في باقي فيه شوي، هذا باقي فيه شوي. خلص الاكل، ايش كان يحتاج؟ دقيقه دقيقه ويجيك، دقيقه بشوف بس وش الموسيقى اللي قاعد تطلع. يمدينا نسوي، يس يعطينا 20، بسوي ثانيه ما يمدي. طيب خلنا نسوي، اوكي. وش تحتاجون انتو؟ البيره هذه. ليش كان في موسيقى؟ كان في شيء خطأ. اوكي برضو البيرة هذه. حلو. يستهبلون بعضه يبغى البيرة هذا بعضه. المفروض هاي تخلص بسرعة. اوكي صار في زحمة، كيف لو اجيب طاولات ثانية؟ بجيب. بجيب طاولات ثانية. انت ايش تبغى؟ هذه اوكي. يا حلو، الحين صار مدخولنا افضل، صار عندنا واحد جولد. بجيب طاوله ثانيه بس ابغى كبيره، عندنا كرسي. يمدينا لو نحرك هذه تحت هنا نحطها هنا، او نحطها بالنص بعد، بس شكلها مره حلو. كل شيء تمام، كل شيء تمام. هل معنى شيء؟ حط هذا فوق. حاليا ما راح نزرع فخله، يا كل شيء تمام. طيب هل خلص هذا؟ خلنا نتأكد انه بعضه يحتاجونه، يس. بسوي ثاني، حط اللي معي، يس. البير راح يخلص لكن زرعنا، فمفروض انه بكره يصير جاهز. حط العشرين هنا، حلو. اوكي اوكي اوكي، في احد بردان؟ اشغل النار. ما حد بردان، ممتاز. يبا بردان، ما يمدي اتكلم الا قال. صدق احس ببرد. اوكي هذه جهه تطلب. ابى احط لحظه، ابى احط شو اسمه اضاءه هنا، نحس المكان هذه خلصت. اوكي يا نحتاج البرميل الفاضي عشان نحطه هنا. ليه سالب أربعة؟ ليش قاعدين يعطوني السالب؟ كل شيء عندكم تمام. ستوبل سكرين. طيب الحين 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 يعطوني تقييم مرة خايسة، فازوا انهم هم قياس اصلا.
والله ما تستحون على وجهكم، والله ما تستحون على وجهكم، قاعد اخدمكم اخر شيء تقييم قايسة. اوكي. ايش تبين انت؟ اوكي اوكي اوكي. كلكم بير، ما عندي بيرة الحين، ما عندي بير. ما عندي الا بيرة الحين. وبتخلص اصلا. اوكي اوكي حلو. في مكان شفته هنا وسخ، ننظفه. شوف بيعطوني تقييم الحين خايس. ممكن ننظفها. اوكي نظف هذا. لا حد يعطي تقييم خامس بليز. اوكي تعال انت. خلنا كم باقي؟ باقي شوي خلاص. اباخذ كلهم معي خلاص. بير ما في يا شباب، اذا خلاص تطلعوا. اوكي فيش مكان وسخ؟ في شيء وسخ؟ لا. 8 يا اخي مره يقهر. يعني وات اطلعوا خلاص. اطلعوا. عندي 2 بير ما راح اعطي احد. بحطه هنا. اوكي. اطلعوا يلا. ادري انكم تعطون تقييمات خايسة لانكم خايسين، فعشان كذا اقول لكم اطلعوا. طيب لو بسوي هذا ايش يحتاج؟ يمديني اسويها. بس صح نسيت، ما عندي نباتات او مكونات حتى هذه. طيب عطني الاكل اللي هنا. اوكي نحط الاكل مع هذا. حلو. 6 ذات هذول كفو. شوف اعطاني 44 هذا 43. حلو. اما الباقيين كلهم مره يكهرون. طيب خلونا نطلع نشوف وش صار. اوكي بادية المزرعة تنبت فوضعها مرة تمام. حلو حلو. طيب احنا طلبنا شيء؟ ما اتوقع طلبنا شيء، لا ما طلبنا شيء، كل اللي طلبناه جاء. كم معنا فلوس؟ معنا جولد و54. حلو حلو حلو. طيب الحين ننام وننهي الحلقة. انا افكر كل حلقة او كل حلقة يوم كامل فبيكون افضل صح؟ اكتبوا لي تحت. طيب يا شباب أبنى الحلقة هنا. إذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا اللايك والاشتراك، وإن شاء الله أشوفكم في حلقات جاية. كان معكم فايز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.